السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان في مصر والوطن العربي طابت اوقاتكم بكل خير يتجدد اللقاء في برنامجكم حوار هادف لانه حوار يحاكي الواقع وينظر الى المستقبل. مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم والنهارده حلقه زي ما نوهنا هيكون معانا ضيف جامد جدا نتحاور ونتحدث طوال الحلقه بكل فقراتها. زي ما احنا يعني شفنا الاسبوع ده كان مليء بالمناسبات ومليء بالكثير من يعني دايما شهر مارس مليء بالايام العالميه ومليء بالايام الحلوه الجميله اللي بنحتفل بيها وحتى النهارده بنحتفل بيه كان امبارح ليله الاسراء والمعراج ليله السابع والعشرين من رجب لهذا العام الهجري هذه الليله التي ازاح الرسول صلى الله التي ازاح الله سبحانه وتعالى حزن رسوله الكريم فكرمه زي ما حنتحدث في حديث الساعه كل عام وانتم جميعا بالف خير وصحه وسعاده يا رب بهذه المناسبه السعيده آه انا يسعدني ويشرفني النهارده ان هيكون ضيف انا بقول عليه انه قدوه للشباب مارس وكان عنده موهبه الفن هو ممثل مصري وفي نفس الوقت هو استاذ ورئيس قسم الاقتصاد هو خبير مالي واقتصادي ومالك لاحدى شركات العقار عندما نتكلم معه في الاقتصاد والعقارات وايضا بدا نشاطه الفني في مطلع التسعينيات بفيلم الحب في الثلاجه و اشترك بكثافة في السينما والتلفزيون في مطلع الألفية الجديدة لينطلق بكثير من الأفلام في السينما زي جاءنا البياني التالي وزي صباح كدب وغيرها من الأفلام ورشة جريئة وصاحب صاحبه مسلسلات كثيرة أيضا زي المنادي وعفريت القرش ولعبة إبليس وغيرها الكثير يسعدني ويشرفني هذا اليوم أن يكون معي سعادة الأستاذ الدكتور ماجد عبد العظيم اهلا وسهلا دكتور بيك. ده شرف لي ان انا ابقى مع حضرتك في البرنامج الهادف ده والقناه الجميله دي. الله يسعدك اشكر على المقدمه اللي يعني ده اقل حاجه يا فندم الاستاذ الدكتور ماجد عبد العظيم وهو ايضا رئيس قسم الاقتصاد ووكيل المعهد اكتوبر العالي للعلوم السياسه والعلوم الاقتصاد والسياسه في مدينه الثقافه والعلوم بالسادس من اكتوبر شرفتنا والنهارده فعلا هيكون حوار هادف يحاكي الواقع وينظر للمستقبل بوجود دكتور ماجد. شكرا جزيلا يا دكتور انا اللي بشكر حضرتك وبتشريفي وبشكر حضرتك على استضافتي وبشكر حضرتك على كلامك الجميل يعني زي ما بيقولوا كده سعيد جدا وفخور بوجودي مع حضرتك. اهلا وسهلا اتمنى ان شاء الله يكون يعني أكون خفيف على السادة المشاهدين لا أكيد. وإن شاء, شاء الله حلقة يعني كويسة بإذن الله عن الحلقة، وهنبدأ معاكم سريعا مشاهدينا الكرام زي ما تعودنا فقراتنا، كان فقراتنا النهارده معنا الدكتور ماجد عبد العظيم، هنتكلم عن أخبار على الطاير ونبدأ سريعا بأول خبر، الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد تكريم الشهداء من اسر شهداء يعني يشهد تكريم شهداء اللي هم الاسر شهداء الاطباء من كورونا او مصابي العمليات العسكريه وذلك قبل امس في احتفال كبير جدا بيوم الشهيد، يوم الشهيد في مصر بيوافق يوم 9 مارس وكان صراحه احتفاليه جامده زي ما انتم شايفين الصوره هذا الرئيس عبد الفتاح السيدي السيسي دائما بنشوف فعلا لمسات انسانيه منه حاجه جميله جدا كانت في لفته انسانيه منه دكتور ماجد يعني يوم الشهيد وبن نتكلم عن يوم الشهيد آه آه طبعا لا شك انها آه لفته انسانيه من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وايضا آه تحيه وتقدير لكل شهداء آه مصر سواء كانوا من الشرطه او الجيش او القوات المسلحه او الجيش الابيض لا. ويمكن الجيش الابيض او الاطباء والهيئه المعاونه لهم مع آه جائحه كورونا او فيروس كورونا المستجد حقيقي في ناس منهم توفاه الله سبحانه وتعالى ويعني كلهم يعني في الخطوط الاولى من الخطر طبعا الاحتفال بيوم الشهيد هو نوع من انواع التكريم لهؤلاء الشهداء واسرهم نعم وزي ما قلت في الاول هي لفته انسانيه ولفته طيبه جدا من سياده الرئيس واعتقد ان الشعب المصري كله حقيقي بكافه طوائفه وبكافه مستوياته الاجتماعيه والثقافيه على علم كامل جدا لا. بما يبذله او بذله هؤلاء الشهداء من تضحيه بارواحهم في سبيل خدمه مصر. في سبيل طبعا يستاهلوا كل التكريب سواء الاسر وان شاء الله في جنات النعيم الشهداء اللي بيضحوا سواء في العمليات العسكريه او الاطباء في مواجهه <applause> كورونا. ثاني اخبرنا الرئيس عبد الفتاح السيسي يستجيب لحاله الشاب محمد جمال ويوجه بسرعه علاجه وتم نقله الى مستشفى لتلقي العلاج برضه حالات انسانيه بيستجيب لها الرئيس يستجيب لحاله الشاب محمد جمال زي ما شايفين في الصوره سريعا حتى الرجل البائع الخضروات الذي كان مر في الطريق سياده الرئيس بسيارته واشترى منه الخضار ايضا عرف من مشيته وهو بيجيب الخضار ويتنقل في رجله حاجه فامر ايضا بتلقيه العلاج يعني الرئيس الانسان شكرا سياده الرئيس وهنا بندي دروس برضه ان مش لازم يا سياده المسؤولين تستنوا لحد ما رئيس الجمهوريه يامر بعلاج او استنوا لحد ما يمر بحد ويشوفه لحد يعني نتمنى ان تكون في تسارع زي ما مصر ماشيه في حاجات جدا في تسارع يكون المسؤولين برضو في يعني مع الناس شويه وتوصل بسرعه مش لازم ان هو يوصل لصحه دكتور ماجد طبعا. يعني مش لازم ان احنا نستنى لحد ما يعني المسؤولين ينتبهوا للحته دي ويبدأ في تسارع ال... في الوصول الى الناس البسيطه دي أه لا شك طبعا كلام حضرتك سليم جدا يا دكتور وسياده الرئيس يعني ما شاء الله ايقاعه سريع جدا في كل ما يتم اسناده من اعمال لجهات مختلفه وشفنا انجازات كبيره جدا تحققت في اوقات قياسيه في مصر يشهد بها العالم لكن فيما يتعلق بالنواحي الانسانيه عند سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بنلمسها في مواقف كثيره جدا no. ومنها الموقف اللي ذكرته ومواقف اخرى عديده no. ولا شك ان تكاتف يعني ايد لوحدها ما تسقفش أيوة. بمعنى ان تكاتف كل المسؤولين والهيئات جنبا الى جنب في مراعاه ما يتم التوجيهات اللي بيدها لهم سياده الرئيس no. وسرعه تنفيذها دي برضو خطوة مهمة جدا علشان مجتمعنا مجتمع متعاون في يعني بطبيعته تكافلي كده بالظبط بطبيعته المصري. فبالتالي تدعيم الدوله او مسانده الدوله ومؤازرتها لهذا الدور بيسهم بشكل كبير جدا جدا نعم دكتور ماجد نروح لثالث اخبارنا انشاء اول مركز الكتروني لاصدار الفواتير الكترونيا في صعيد مصر الاهلي الصعيد في مصر العليا نروح لخبرنا الرابع القوى العاملة بالبحر الأحمر بتستخرج بوليس التأمين للصيادين وتسلمها السبت المقبل في اي تعقيب لحضرتك دكتور ماجد آه. انت بقى قرار الاقتصاد <applause> يعني <تصفيق> اسمح لي ان ما يتعلق بالفواتير الالكترونيه توجه الدوله وتوجه العالم اجمع الى الديجيتال انكلوجن او تحول الرقمي التحول الرقمي هو ده وايضا الشمول المالي او الفاينانشال انكلوجن لان اثنين مكملين لبعض لا. يعني ايه تحول رقمي يعني التحول الى استخدام التكنولوجيا الحديثه لا. وشبكات الانترنت في تسهيل الخدمات المقدمه للمواطنين يعني حضرتك أي خدمة ممكن إن احنا نقف فيها طوابير ويبقى عندنا استهلاك للوقت وللمجهود وللأعصاب ممكن نعملها من خلال الإنترنت، وبالتالي تفعيل هذه المنظومة اللي هي التحول الرقمي يساهم أولاً في تخفيف العبء على المواطنين في الحركة ما بين الهيئات والوزارات مم. لاستخراج أوراق رسمية أو ما إلى ذلك، ثانياً حتى في دلوقتي عندنا موسم تقديم الإقرارات الضريبية آه دلوقتي إلكتروني بالضبط فبيتقدم الإقرار إلكتروني يقدر الممول بيسموه الممول أو العميل يعني يقدم الإقرار بتاعه سواء من خلاله أو من خلال محاسب القانوني بتاعه إلكترونياً بدون ما يروح ولا يقدم ولا ياخد ختم ولا يستلم ولا كده النقطة الثانية إن في كافة الخدمات حتى مثلاً خدمات تتعلق بالمرور خدمات تتعلق بالرعاية الصحية كلها دي تيسير على المواطنين لتوفير الوقت وفعلا أصبح فيه حاجات كثيرة ظاهرة جداً. جداً, جدا في المرور في صح زي ما أنت قلت التحول الرقمي أصبح الآن حتى دورات وزير الشباب والرياضة الآن للشباب وكده أصبحت كلها داخل التحول الرقمي طبعا طبعا لان دي دي سياسه الدوله في الفتره الحاليه وزي ما قلت لحضرتك انها سياسه العالم اجمع في الفتره الحاليه في دول سبقتنا لكن احنا ماشيين في الطريق بشكل كويس. يعني اه بعد حتى في حتى فيما يتعلق بشبكات الانترنت وتقويه شبكات الانترنت انا مهمه جدا الفايبر اوبتكس. بالظبط. التعليم بالزبط فبالتالي لا الدوله بتشوف الحاجات دي واحنا شايفين انجازات فيما يتعلق بمجال البنيه التحتيه ودي تعتبر برضو فيها جزء كبير من البنيه التحتيه الاداريه قريبا خلاص برضو فدي حاجه ان شاء طيب. الله كويسه جدا آه 8 مارس شهد الاحتفال بيوم المراه العالمي شهر مارس هو الاحتفال بالمراه كل عام وكل سيده كل فتاه كل ام كل بنت بألف خير وصحة وسعادة 8 مارس هو اليوم العالمي للمرأة 21 مارس القادم بإذن الله هو عيد الأم كل ام في مصر وفي الوطن العربي بالف خير وصحه وسلامه وسعاده ويا رب يعني يقينا كل شر الامراض والبلاءات. دكتور ماجد توجه ايه بقى لل وما هي يعني اسالك بقى هنا سؤال وانت رجل فنان المراه في حياتك بتلعب دور ايه؟ بص حضرتك المراه هي نصف الحياه لا دكتور ماجد انا هقول لحضرتك بس هي نص الحلو <تصفيق> 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 الحاجة الثانية المرأة، ما هو المرأة حضرتك كلنا لنا أمهات نعم. ولنا زوجات <applause> أو اللي ما اتجوزش نعم. ولنا بنات وأبناء <applause> وبالتالي المرأة تشكل في حياة المجتمع والرجل أهمية بالغة لا يمكن الاستغناء عنها نعم. بالإضافة إن إن المرأة ربنا سبحانه وتعالى يعني كرمها وصى عليها كأم وصى عليها كزوجة وصى عليها كإبنة وصى عليها كأم إن الجنة تحت أقدام الأمهات نعم. الجنة مش تحت أقدام الآباء، تحت أقدام الأمهات. أقدام الأمهات. آه ولما راح أحد الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام يسأله قال أمك؟ قال ثم من؟ قال أمك؟ قال ثم من؟ قال أمك. نعم. أبوك جه فوق البيعة كده يعني في الآخر. آه كمان في آه الزوجة، الزوجة هي شريكة العمر، شريكة الحياة. نعم. وخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة، م. وبالتالي هي عنصر هام جدا في حياة الرجل. وراء كل رجل ناجح او رجل عظيم والعظمة لله ولله المثل الاعلى امراه لا. لان شريكه الحياه قد تجره للامام او تساعده للامام وقد تجره الى الخلف وبالتالي هي لها دور كبير جدا مش بس في تربيه الابناء والنشء وخدمات البيت وشغل المنزل يعني لا في دعم زوجها الابنه الابنه دي يعني غالبا احنا كشباب او كرجاله لما اتجوزنا عاده ب... بنروح ل يعني ب... 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 اطفالنا أولاد. اولادنا لاسر الزوجه فبالتالي هي بتجيب لوالدها ووالدتها واسرتها صح. رجل او ابن جديد وبالتالي لو في محتاجين منها مساعده او كده الولد بيبقى مشغول كابن البنت لا بتقدر تساعد والدتها او كده فبالتالي هي أه النصف الجميل جدا والحلو في الحياه دائما حياتك مليئه بالسعاده يا <applause> رب, رب ماجد نروح لخبرنا اللي كان السوشيال ميديا وتقريبا وصل الترند العالمي في يوم من الايام او الامس القبض على المتحرش الجنسيا بطفله المعادي بعد الأستاذة أوجين أسامة ما نشرت على صفحتها على الفيسبوك بعد تصويره وهو يتحرش بطفلة وقامت قوات الأمن بمداهمة مكان كان يختبئ به وألقت القبض عليه ومستنيين طبعا أكيد الجزاء الرادع لمثل ذلك انتشر ظهر التحرش الجنسي دكتور وكان معنا حلقة من إحدى الحلقات في موسمنا الأول تكلمنا فيها عن التحرش الجنسي وكانت حلقة جامعة بين العنف الأسري والتحرش الجنسي وكان معنا الأستاذ دكتور لطفي الشربيني أستاذ الطب النفسي وأكد انه مرض نفسي واكد وفعلا اشار للاطفال يعني قال حتى التحرش ليس على الفتاوى عشان لبس ولا مش لبس لا ده حتى بالاطفال ويعني اتكلمنا كثير في هذه الحلقه إيه انت شايف ازاي يعني ظاهره يعني آه 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 التحرش حضرتك هي ظاهره عالميه وليست في مصر فقط لانها تخضع الى سلوك الانسان ومدى آه استقراره النفسي ومدى آه احترامه لنفسه وللاخرين لا. ليه؟ انا حقيقي مش صعبان عليا هذا الشخص ولا بيصعب عليا اي متحرش انا صعبان عليا بجانب طبعا الطفله واهلها انا صعبان عليا اسرته هو. تخيل عنده طفلين وعنده زوجه وعنده اخوات وعنده ام وعنده عيله بيبقى بصمه عار في جبين حياته. واخد بال حضرتك؟ هو ما يصعبش على حد لان اللي عمله ده عمل مشين حتى ضد طبيعة ضد طبيعه الانسان دي طفله وايا كان طفله او كبيره او ولد او بنت ده, ده, ده مش بس مخالف لطبيعه الانسان ده مخالف لشرع الله نعم. وبالتالي آه ظاهره التحرش حقيقي المشكله فيها هي ردع العقوبه رد, رد العقوبة احنا يعني 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 نطالب المجلس النواب ومجلس بتشديد العقوبة في فصل التشريع الجديد بتشديد لازم يا فنم. لازم لأن حتى المعاكسات اللي باللفظية اللي بتخدش الحياء ده نوع من أنواع م. انتهاك يعني الحرمات م. يعني مثلا بنت ماشية في الشارع مجموعة من الشباب يقعدوا يغلسوا عليها بألفاظ خارجة م. م. أو خادشة للحياء كل ده انتهاك للحرمات وإهانة للشخص وبالتالي هي بس محتاجين تشديد للعقوبة لأن من أمن العقاب اساء, أساء الأدب. الادب ولكي تكون العقوبه رادعه لا بد من تنفيذها واشهرها على الملا نعم. مش اشهار العقوبه ان انا اجيبه واجلده او اعدمه قدام الناس لا ان تم تنفيذ حكم كذا خد سجن خد كذا خد مؤبد خد اعدام لو هو قاتل او لو هو نوع من انواع الجرائم اللي هذه الجنايات يعني نعم. وبالتالي لا طبعا العقوبه تحتاج الى مزيد من التشديد الردع العقوبه فعلا وعندنا فصل تشريعي كبير لمجلس النواب جديد اهوت يعني يشوفوا بقى الموضوع ده ازاي بقى... انت ترضى كده على اختك او امك طبعاً. او بنتك طب ازاي نعم. 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 تعمل في بنات الناس كده حتى لو كانت بائعه او طفله بائعه مناديل بالعكس انت يعني المفروض تشفق طفلة. لو عايز تساعدها او تديها حاجه يا اخي خلاص ما تديهاش حاجه ولا بتاع بس سيبها في حالة صح, صح وبالتالي ردع وتشديد العقوبه هو اللي انا فعلا بطالب نعم وبمناسبه يعني معانا الاستاذ دكتور ماجد عبد العظيم وهو استاذ ورئيس قسم الاقتصاد واتكلمنا في الحلقه الماضيه عن التعليم وكده فنتكلم النهارده عن تعليم الجامعات برضو يسعدني ويشرفني الان معي هاتفيا سعاده الاستاذ الدكتور جمال عبد الحي عمران هو استاذ الكيمياء الحيويه وعميد كليه الصيدله جامعه دمنهور دكتور جمال معانا؟ دكتور جمال معانا يا جماعه؟ طيب يبدو ان الاتصال انقطع بنكمل معانا مواضيعنا بنتكلم النهارده عن حديث الساعه وهي ليله الاسراء والمعراج هذه الليله لما جت والرسول صلى الله عليه وسلم تعتبر من إحدى أكبر المعجزات لرسولنا صلى الله عليه وسلم في دين الإسلام كان بعد هموم وأحزان ومواقف الطايف اللي حصل وحاجات كتير حب ربنا سبحانه وتعالى يهدأ بنفسه حب يكرمه حب يعني يجبر بخطره اللي احنا بنقوله حب يزيل همه وحزنه فكرمه بالوصول إلى سدرة المنتهى وأن يكون رسول صلى الله عليه وسلم إماما بالأنبياء ويعني ورحلة الإسراء والمعراج يا جماعة اقروا فيها كثير جدا الرسول صلى الله عليه وسلم شاف أهل الجنة وشاف أهل النار وشاف الخطباء اللي على المنابر صنفهم إيه وشاف الغيبة وشاف النميمة وشاف كل حاجة ووصف كل واحد وناخد منها دروس كثيره ولما رجع مين اللي صدقه ابو بكر الصديق وسمي بالصديق لانه صدق الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما يقول حاجه فيها وهي كانت حاجه يعني في هذا الوقت وحتى الى زمنا معجزه كبيره فسمي بالصديق كل عام وانتم بخير ومع الدكتور مجري عبد العظيم في ليله الاسراء والمعراج هذه الليله المباركه ونحن على مقربه دار الافتاء اعلنت ان الاحد هو اول شعبان وشهر رمضان خلاص شهر واحد يمكن ويكون مقبل كل عام وانتم بخير وصحه وسعاده ماذا تقول ويعني في هذه المناسبة المبهجة يعني؟ في هذه المناسبة الجميلة وفي هذه المناسبة المباركة بهني كل الأمة الإسلامية بهذه الأيام المباركة لأنها أيام فعلا تتنزل فيها الرحمات حقيقي. أيام تستجاب فيها الدعوات نعم. أيام ربنا سبحانه وتعالى كرم نبيه بمعجزة زي ما حضرتك فضلت وقلت حتى الآن هي خارقة خارقة وإلى أن تقوم الساعة أيضا طبعا قرب دخول شهر رمضان المبارك فهي كلها نفحات جميلة روحانيات بتخلي الإنسان كده يبقى عنده كده إحساس بإن في سمو روحي في يعني نوع من انواع الطمانينه النفسيه حفيري. وايضا التقرب الى الله عز وجل بالطاعه والعبادات والصوم وما الى ذلك وبالتالي بهني الأمة الإسلامية كلها والشعب نعم يعني وندعو الله سبحانه وتعالى زي ما كرم رسوله وجبر بخاطره وأزال همه أن يزيل عننا كورونا وأن يزيل عننا الـ الـ يعني الهموم والأحزان وأن يصلح أحوالنا يا رب ويحصل أحوالنا جميعا يا رب إن شاء الله جميل. معي الآن المداخلة الهاتفية هاتفية مع الأستاذ الدكتور جمال عبد الحي عمران أستاذ الكيمياء الحيوية وعميد كلية الصيدلة جامعة دمنهور دكتور جمال معنا؟ <applause> السلام عليكم أهلا وسهلا دكتور جمال أهلا دكتور محمد أنت في حوار هادف على الهواء مباشرة بنرحب بيك ويعني بنهنيك للمرة الثانية بقرار الجمهوري رقم 49 لسنة 2021 من رئيس الجمهورية بتعيين سعادتك عميدا لكلية الصيدلة جامعة دمنهور هذه الجامعة الوليدة وهذه الكلية اللي انتم يعني يعتبر وليدة على أيديكم أنا مثل محمد بيه وسعود سعادتكم الطيبين والأسرة والأمة العربية والإسلامية بخير ودي طبعا بشكر حضرتك على التهنئة الرقيقة وبشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على هذه الثقة الغالية نعم. الثقة اللي بتلقي مسؤولية كبيرة جدا جدا وصعبة جدا جدا على أي مسؤول في الدولة لأن أنت شايف بنفسك رأس الدولة بيشتغل إزاي نعم وبالتالي إيه لا تملك الا إيه تبذل اقصى ما تستطيع من جهد إيه علشان إيه يعني تواكب ما يقوم به فخامه الرئيس يعني شكرا على الثقة الغاليه وفي نفس الوقت بتقدم بخالص الشكر والتقدير برضه لفخامه إيه الاستاذ الدكتور عادل الاستاذ إيه الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الثقه الغاليه هو وهو فعلا برضه مثال للوزير النشط إيه اللي بيعمل إيه بجد واخلاص وعلى مستوى الجامعه برضو بشكر استاذنا الاستاذ الدكتور عبيد صالح رئيس جامعه دمنهور نعم. الرئيس رئيس الجامعه النشيط الذي لا يكل ولا يمل وبيشتغل بجد واجتهاد واخلاص وبيعمل على مدار 24 ساعه لدرجه ان تعبنا كلنا معاه بصراحه مش قادرين نلاحق وراه فدي مسؤوليه كبيره ادعو الله سبحانه وتعالى ان يعيننا عليها نعم ويقوينا إن اننا نكون في خدمه كليتنا وجامعتنا في بلدنا الحبيبه ويحفظ بلدنا يا رب والامه الاسلاميه والأمة العربيه كلها دائما كل شكراً. التوفيق لك استاذ دكتور جمال عمران ولكن انا بس سريعا الاختبارات هتنتهي طبعاً. امتى وانا شفت ما شاء الله جامعه دمنهور وانتم بكلية الصيدله كنتوا عاملين استعدادات جميله جدا واحترازات للطلبه يعني حدثنا عن ذلك. احنا طبعا الامتحانات بدات طبقا لخريطه واضحه المجلس للجامعات نعم اه وتنتهي الاختبارات يوم اه 18 مارس نعم طبعا التزاما بقواعد المجتمع الجامعات والاجراءات الاحترازيه احنا عاملين مدرجات جامعه الجمهور كلها مم. واشرف على الكلام ده كله الدكتور عبيد صالح بنفسه نعم. مر على كل الكليات ان الكباستي او السعه بتاعت المدرجات والقاعات 25% حد اكثر من السعه الاستيعابيه بحيث يكون الطالب حوالي 2 متر من كل من كل جهه مم. اضافه لوجود المكات بعدد جات جميع الطلبه والاداريين والعمال المواد بتاع التفكير والتعقيم الكحولات بوابات التعقيم الدكتور عبيد اشرف على الكلام ده كله بنفسه وتابع الكلام ده خطوه خطوه والحمد لله رب العالمين الامتحانات عندنا فوق حوالي 51000 طالب وطالبه في الجامعه نا. لا توجد اي مشكله واحده على الحمد مستوى الجامعه لله. حتى هذه الحمد الله كل... لله كل كل التوفيق وكل الامنيات مع الاستاذ الدكتور جمال عبد الحي عمران عميد كليه الصيدله جامعه دمنهور ونتمنى ان شاء الله تكون ضيف عزيز نتكلم عن بقى معنا الدكتور ماجد عبد العظيم الفنان والممثل وايضا استاذ ورئيس قسم الاقتصاد اه حيات حيات جدا وكل سنه طيب وكل سنه وحضرتك طيبين جميعا يا رب وحضرتك يا حضرتك طيب حضرتك بالف خير يا فندم شكرا كان معنا هاتفيا الاستاذ الدكتور جمال عمران عميد كلية الصيدله جامعه دمنهور شكرا جزيلا لك أه بروح دلوقتي مع يعني مباشره مع ضيفي بكرر الترحيب بيه الاستاذ الدكتور جمال عبد العظيم استاذ رئيس قسم الاقتصاد ووكيل المعهد العالي معهد اكتوبر العالي للسياسه للاقتصاد والعلوم السياسيه في مدينه الثقافه والعلوم بالسادس من اكتوبر والفنان والممثل الجميل القدوه اللي احنا هنشوف دلوقتي الفيديو نبدا بالفيديو اللي احنا عاملينه بتاع الدراما <applause> نتفرج عليه ونشوف فيه الدكتور جمال في ناس ممكن دكتور هو الدكتور جمال الدكتور جمال اللي كان ضيف معانا في المداخله انا ماجد الدكتور ماجد الدكتور ماجد ايوه الدكتور جمال انا عديتها لك اول مره الثانيه أيوة. الدكتور ماجد عبد العظيم آه آه هو اللي هنشوفه دلوقتي معانا في الفيديو ده هنشوفه سريعا ونرجع على طول استنونا الدساس هو اللي افتعل الحادثه ولحد اللحظه دي الاسباب في ايدين تحيات المباحث النهارده انا جاي عشان احقق مع سلمى ده غير ان معايا تقرير من المستشفى الاولاني بيقول ان سلمى كانت بتتعاطى مخدرات اثناء القياده حضرتك عايز ايه بالظبط عايز احقق مع سلمى وانت مروان انا اسف استاذنك مدام ليلى عشان عايز اسأل شويه اسئله مين كان بيشوف سلمى بعد ما فاقت غير حضرتك والاستاذ مروان ولا حتى حد من زمايلها او من العيله لا امال مين اللي زار سلمى امبارح وحضرتك دخلتيه بعد ما مدام ليلى طلعت من الاوضه ما شفتش اي حد دخل من التمريض او النظافه لا يا باشا متأكد؟ أيوة يا لاحظت أي حاجة غريبة حصلت في القسم؟ حد أول مرة تشوفوه أو حد تعين جديد؟ لا يا ريس. كان في مين موجود غيركم أنت والأمين محمد؟ ما كانش في غيرنا، بس الأمين محمد راح الحمام في النص. ما قلت ليش شيء إنك رحت الحمام في النص؟ وبعد ما رجعت الحرس كانوا في أيوة يا باشا. تطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وظروفها وصولاً لشخصية مرتكب الحادث. وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه. ويستدعى السيد نادر الجبالي وهشام العليلي للتحية يقول النص أخي في العالم الواسع في المغرب والمشرقي أخي الأبيض والأسود في جوهرك المطلق أذكر على ما اعتمد الشاعر في أسلوبه أنا آسف أنا اللي بدأت معهم من مستوى عالي حبتين معلش نقول سؤال تاني أسهل شوية تمام أعرب يذاكر الطالب دروسه ها. مين يعرف الجملة دي؟ لا يا فندم واضح إن المستوى متدني جدا الطلبة كلهم محتاجين نبدأ معاهم من الصفر معاك حق أستاذ الدساس هو اللي افتعل الحادثة ولحد اللحظه دي لاسباب <applause> زي ما شفنا الفيديو ده وكثير من المسلسلات التي يعني لعب ادوار كثيره جدا ضيفنا العزيز دكتور ماجد عبد العظيم فيها وهيحدثنا عنها انا ببدا السؤال دكتور ماجد يعني كل واحد بيبقى شايف ليه موهبه وساعات يدرس دراسه يخرج من الثانويه العامه ياخد مجموعه يبعدوا عن هذه الموهبة اللي أنت عارف بعض التمثيل المذيع الشغل في الإعلام كان أو الشغل في التمثيل والمسرح ويعني كثير من الناس بيبقى عندها مواهب أنت إزاي تغلبت عن هذه الحكاية ولعبت الدورين يعني أستاذ الجامعة مش 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 خريج عادي برضه ولا واحد عنده مالك شركة عادي لا أستاذ جامعة والنهارده تترفع يعني كبير المناصب في ذلك في التدريس الجامعي وفي نفس الوقت فنان وبتحب ده وبتحب الكاميرا وبتضحي وبتتعب يعني ادينا الربط ده وهتبقى الموهبه اللي هي الفن هتبقى الموهبه هي الفن هل اثرت على الـ الاقتصاد وانت استاذ جامعه وهل اثر استاذ الاقتصاد على الفن؟ يعني لو رجع بيك الزمن لورا كنت لا الفن احسن وخلاص ولا ايه؟ اسمح لي الاول اشكر حضراتكم على يعني المونتاج اللطيف ده والمقتطفات دي اولا يعني بامانه انا ما كانش في دماغي ان انا ابقى ممثل خالص يعني نهائي انا كان نفسي ابقى مذيع مذيع تمام وبعدين لقيت ان القصه يعني صعبه جدا ومحتاجه علاقات ومحتاجه كده فصديق ليا راح قدم فجه محبط فقلت خلاص بلاش تمام. كنت انا حقيقي وانا في الجامعه بلعب بروح جيم يعني العب وكده فكان ليا صديق تعرفت أه بيه في التمرين أه اسمه الاستاذ علاء ده كان بيتمرن معايا وكان بيعمل مع الاستاذ نور الشريف الله يرحمه أه فيلم اسمه صراع الاحفاد كان زمان ما فيش موبايلات ولا فيش اي حاجه الكلام ده سنه 88 90 88 89 حاجه كده يعني لان انا خريج 91 وانت طالب في الجامعه أنا جامعه تجارة عين شمس كليه تجارة جامعه عين شمس بتلعب في الجيم بالظبط انا كان الله يرحمه برده اسمه الاستاذ عبد اللطيف زكي بيدور على علاء م. لان كان عم سيد مدير الصاله اول ما بيروح بيرفع سماعه التليفون اول ما يمسك النبطشيه بتاعته او الورديه بيرفع هاي. سماعه التليفون الارضي فعايز هاي. حد تجيله فشافني معاه وكنت طبعا برضو آه يعني انا معظم الوقت حالق بالموس يعني آه فشافني وبتمرن وتمرين بيخلي الجسم يبقى يعني فيه فورمه او عضلات فورم يعني, يعني بالظبط فقال له قال له صاحبك جاي يعمل معانا آه يعني كاستنج ونعمل ياخد معانا دور وبتاع نديله دور كده صغير فقال لي قلت له اه طبعا قوي 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 يعني انا انا بحب الكاميرا, الكاميرا عموما يعني حتى في الفيلم كتير انا عارفك بتحب الكاميرا وتتألق أمامك وتضحي بوقتك صح؟ انا عارف انك بتضحي هقول لك دلوقتي حاجات كده <applause> فقلت له ماشي وبعدين تعرفت بيه وبعدين أه عملت المشهد وبعد كده بدأ يعني انا ما اعرفش ان في وسطاء في هذا المجال يسمى آه. ريجيسير آه. هات لي صوره كارت كده صوره واكتب لي عليه اسمك وتليفون البيت وهنقول لك على زي زمان ايام الكارت دلوقتي الموبايل بالضبط. بقى دلوقتي صوره بجميع الاوضاع <applause> على الواتس وبالتالي بدأت من هنا قصه دخولي الى هذا المجال آه. طبعا اشتغلت في الحب في التلاجه واشتغلت في ايس كريم في جليم مع الاستاذ خيري بشاره والاستاذ عمرو دياب والاستاذ عمر اشرف عبد الباقي آه. اشتغلت في بعد كده اتعرفت بالاستاذ سعيد حامد المخرج الكبير اللي هو عمل صعيدي في الجامعه الامريكيه وعمال آه في امستردام مع الاستاذ محمد هنيدي وبعدين بطلت لاني كنت خلاص تخرجت سنه 91 وبدات اعمل تمهيدي ماجستير ودكتوراه آه فالعمليه صعبه جدا آه عندنا في الدراسات العليا فما كانش ينفع اجمع ما بين الاثنين توقفت لحد ما كان عندي نشاط يعني في شركه عقاريه عملت شركه عقاريه واسستها و... شركه اداره في المهندسين بالظبط نعم. اداره العقاريه وكلمني حد عايز مكتب مقر لشركه انتاج سينمائي يا سلام فقلت له طيب شرفوني في المكتب جه هو والاستاذ طلع طيب الاستاذ سعيد حمد الله اميج هو دايما يقول لي اميج ازيك عامل ايه وبتاع انت لسه عايز تمثل قلت والله بص حضرتك انا شغلت بس انا دلوقتي خلاص يعني أنا جايبكم عندي في بيتي <applause> فقال لي خلاص احنا كان بيعمل ساعتها فوزير اسمها أبيض واسود <applause> الأستاذة لوسي ومجموعة من الممثلين خلصها ولقيت المكتب عنده بيكلموني على فيلم شورتو فانيلا وكاب <applause> هو الأستاذ سعيد عارف أن أنا بتكلم لهجات لأني كنت عايش في الخليج فترة طويلة فبتكلم سوري بتكلم سعودي بتكلم كويتي بتكلم لبناني بتكلم لهجات كتير عربية يعني غير اللغة الإنجليزية فقال لي خلاص هديك دور شخصيه لبنانيه سكرتير ابو البطله البطله الاستاذه نور والاستاذ احمد السقا السق والاستاذ شريف منير فكل شويه الاستاذ احمد عيد ايه يقول لي يقول له سياده العقيد هو مش عقيد هو وزير انا اه قلت لك ما هو العقيد راح عامل افيه كده كان لطيف جدا وبعد كده اشتغلت مع الاستاذ سعيد حامد في سلسله من الافلام جاءنا البيان التالي أيوة. وده يمكن اكتر الهندي. دور ليه يعلم باور <applause> مع الناس باور فاميلي صح ده باور فاميلي ده عامل لي مشكله لدرجه ان الطلبة اما بخش مدارك يقولوا دكتور باور فاميلي خاصه أوه. سنه اولى سنه اولى اول ما بخش ما بقوش عارفين انا دكتور في الجامعة ولا ممثل ولا, ولا جاي بيعملوا في بيعملوا في بنصور كده فتلاقي المدرب كله عمال يكلم بعضه فعشان انا اريح الطلبه فاقول لهم ايوه هو حضرتك باور فاميلي انا باور فاميلي باور فاملي ده لا اسم الشخصيه ولا اسم الفيلم هو اسم اللبن اللي كان اللبن اللي كان الاستاذ احمد خليل آآ. صاحب المصنع وانا في أعتبر يعني مدير المصنع نعم كان فيلم من الأفلام الجميلة الخفيفة اللطيفة لناس ما بتزهقش كمان لا, لا, لا جانا البيان التالي ما بتزهقش منه وعشان كده أنا حروح للفيديو برضه المونتاج بس في السينما ونرجع تاني يستنون اللي انت مصحطتها لنا ديت هو ده اللي مكانه يعني اسال سجلنا عموما. بالقصبره بالقصبره. وشكرا. ما لو راكب تدفع هتدفع اكتر من كده يا جدعان. خلص. <تحدث> ايوه يا شوقي بيه. ساعتك شفت البرنامج كله؟ ايه رايك بقى؟ هو ده الولد اللي احنا عايزينه. ما انا عارف ما انا عارف ان شكله حلنجي وفركوك. بس هو ده اللي هيمشي لنا امرنا. اوكي. اوكي يا شوقي. مع بيعرف يصورني ازاي ابن الذين ده؟ اقطع دراعي، الواد ده مخاوي جنبي. هو ما جاش معاك ليه؟ انا مش فاكر تجيبه معاك؟ عمال أكلمه من الصبح ما بيردش عليا. كلمه تاني يا باشا. أنا هوافق على استقالتك دي في حالة واحدة بس. تقول لي احنا بخلنا عليك بإيه؟ قررت تروح اني جورنان تاني ولا هتسافر بره؟ بص يا أحمد. أنا متأكد إن جالك عرض أحسن. بس أنت عارف أنا كنت عايزك ليه النهارده؟ أنا كنت باعت لك عشان أقول لك إنك اترقيت خلاص. مع إني بقالي فوق السنة ما شفتش منك صورة. كنتوا عايزين تطلعوا شقة دكتور محمد ليه؟ بنسترزق منها يا أخويا بنسترزق يا أخويا بلابل وعايز علاج يا أخويا عايز علاج واللعبة أبد أبد آه زي ما شفت دلوقتي آه ضيفنا العزيز الاستاذ الدكتور مجد عبد العظيم في يعني في ممكن بعضكم عارفه ويقول لك باور فاوندري في بن التالي وعارف الشكل ممكن لكن هو كثير من الاعمال المكثفه وحتى الجديده لعبه ابليس وهيكلمنا عن حاجات جديده هو لسه عاملها قريب وانا اتوقع ان الايام اللي جايه بقى خلاص الموهبه هي اللي هتاخد طريقها وهنشوفه كتير صح يا دكتور بص انا انا فعلا انا بحب الفن بس هو بالنسبه لي هوايه هوايه نعم هو بالنسبه لي ممكن هوية. تدفع لها فلوس صح؟ أه يعني ممكن ما دقش في الفلوس اللي باخدها يعني اه يعني آه. لك ممكن تصرف من دي إن ممكن يوم من شغلك طبعا يوم طبعًا. من اجتماع عندك يوم من الطلب طبعًا. يوم من المحاضره صح اكيد بتضيع يوم ده ما انت بتضيعه انا عارف لا, نظام لا نظام مش التنسي. ممكن مش ممكن اضيع يوم محاضرات لا. مش لأني... مش يوم محاضرات انا قصدي يوم من حياتك بيضيع اه تسرحتك فيه حاجه ثانيه او تستريح فيه قصاد التمثيل وانا عارف مثلا بتصور مشهد واحد بس في صحراء وبتتعب قد ايه صح انا شفت الكاستنج ازاي بالتصوير متعب جدا طبعا اللي على الشاشه ممكن ثواني ده او ده انا في فيلم حضرتك شرطه وفنان لو كان مشهد على الشاشه لمده 30 ثانيه بتصور في ثمان ساعات فاقصد اقول لحضرتك ان انا ب... يعني ببقى عارف فبقول لهم انا ايام محاضراتي كذا وكذا لما حد يكلمني من كذا لكذا بعد كده انا مع حضرتك مم. ممكن بقى اضحي باجازتي ممكن برضو يبقى على حساب اسرتي ممكن يبقى مم. على حساب عدد ساعات نومي و... وفي جمله شهيره بسمعها دايما وانا بمضي اي عقد عمل على مدار السنين معلش يا دكتور هو ده مش مقام حضرتك بس الميزانيه ناشفه نفسي اعرف الميزانيه هتطرى امتى الله <applause> نتكلم بقى يا جماعه المنتجين ايوه دالك. الانتاج ايوه لكن اللي انا عايز اقوله ان في ما يتعلق بتمثيل او فن التمثيل كهوايه بالنسبه لي هي هوايه محببه الى قلبي محببه انت حابب الكاميرا جدا جدا في دور انت رفضته جالك كده وقلت لا والله معلش انا ده ينقصني من انا استاذ في الجامعه او انا مع طلبه او كده بص حضرتك لان انا فنان مش محترف انا هاوي أنا في أدوار معينة بحكم وظيفتي كأستاذ جامعة أو مربي أجيال نعم. أنا مينفعش أعملها صح. قدوة مع كل احترامي وكافة نعم. لكافة الفنانين نعم. بس أنا بشتغل أستاذ جامعي نعم. وبأمارس مهنة التدريس لطلاب في جامعات عديدة نعم. يعني أنا مش بس في مدينة الثقافة والعلوم أنا لا في كذا جامعة نعم. خاصة تانية هنا فول تايم وهناك بار تايم نعم. لكن تعرض عليا فيلم بدون ذكر أسماء ودور ممكن يكون بالنسبة لشخص تاني أو لفنان محترف يعني حلم نقلة،, نقلة, نقلة. ويتشهر أكتر يمكن أنا معظم الناس عارفة وشي بس مش عارفين اسمي ويوم ما يقول يقولك ما باور فاميلي دكتور ماجد اه باور فاميلي وخلاص وناس كتيرة ما تعرفش ببرسة. ان انا استاذ إن أنا دكتور واستاذ ما يعرفوش ان انا استاذ دكتور يعني. لا واستاذ وجامعي ووكيل معهد عالي بالظبط يعني. بالظبط فهي الفكره ان اتعرض عليا دور من احد المخرجين الله يرحمه وتوفى قريب وكان الدور ده بني يعني بيحبني جدا وكان الدور ده يعني دور كويس جدا لا. آه كمساحه م. ولكن انا ما ينفعش اعمله. واعتذرت له باسلوب مهذب جدا وقلت له انا اسف جدا انا مش هقدر اعمله وجاب فنان محترم جدا وشخصيه جميله وبس محترف وعمل الدور. م. في مواقف معينه او مشاهد معينه انا ما ينفعش اعملها. صحيح. لان أنا كقدوة لطلابي وكقدوة لأجيال، أنا ما ينفعش صح. أعمل مشاهد معينة لازم هنا فبنتقي أنت بتاخدها موهبة إنك تفصل مودك، برضو ما ينفعش إنها تفصل شغلك لا. عن الحقيقة لا. بنتقي أدوار فبنتقي الأدوار حتى لو كان صغير، أنا ما يفرقش معايا حجم الدور بقدر ما يفهم ما يفرق معايا أنا بقدم إيه. هتلاقيني حاجة خدوني مثلا في دور أستاذ جامعي في, آه. في فيلمين، فيلم آه. اسمه أوقات فراغ أقول الأسماء فيلم اسمه أوقات, أوقات فراغ آه. وفيلم اسمه المركب مم. اوقات فراغ مع الاستاذ محمد مصطفى اللي هو مخرج معروف اسمه طرزان اسم الشهره والمركب مع الاستاذ عثمان ابو لبن <applause> والاثنين استاذ جامعه والاثنين بدي محاضره والاثنين بطرد الطالب من من القاعه يعني فأقصد اقول بيشوفوني دايما المخرجين في ادوار فورمال فورمال يعني زي ما انا قاعد قدام حضرتك والساده, نيابة والسادة نيابة آه النيابه طبيب رئيس اه قاضي رئيس مستشفى رجل اعمال يعني اخترت من خلال الاستاذ يوسف شاهين الله يرحمه في مشهد انت عملت بقى مع الاستاذ لا لا ده ده ما تجيبهاش كده بسرعه لا. طيب. عملت مع العالمي يوسف شاهين ادينا برضه ال... أه بص حضرتك هي... ما كلموني قالوا لي الاستاذ يوسف ما بياخدش الا خبره هو, هو عايز يقابلك هو اي حد هيعدي قدام الكاميرا بتاعت الاستاذ يوسف شاهين ويفتح بقه يتكلم لازم يعمل له انترفيو مقابله شخصيه نعم. فيس تو فيس فقالوا لي الاستاذ يوسف شاهين عايز يقابلك علشان انت مترشح لشخصيه مرشح الحزب الوطني في فيلم هي فوضى <تصفيق> <تصفيق> كان معانا برضو الله يرحمه الاستاذ خالد صالح والاستاذ يوسف الشريف والاستاذه منى شلبي مجموعه كبيره يعني الاستاذ <applause> هلا صدقي رحت قابلت الاستاذ يوسف شاهين وكان في موقف لطيف جدا قالوا لي طبعا هو سمع تقيل شويه كان فقال له كان مركب سماعه فعلي صوتك وطبعا ما ينفعش بقى موبايل وكده لازم يبقى البوم صور كبيره علشان النظر وكده فخدت له البتاع بس قالوا لي اوعى تقول له انك اشتغلت دراما الاستاذ يوسف شاهين آه. بيكره الدراما الدراما بس. اللي هي المسلسلات هو عمره بس. ما اخرج فعلا مسلسل فعلا فا يعني خدت الالبوم وبدات افتح يقول لي ايه ده اعمل الالبوم ايه ده ده مثلا فيلم جانا الباني التالي اخراج مين استاذ سعيد حامد اه ده السوداني اللي دمه خفيف مم. ده مين؟ ده فيلم محطة مصر أو واحد من الناس، ده إخراج مين؟ إخراج الأستاذ أحمد نادر جلال. مم. أه ده ابن الوز عوام، عارف مين أبوه؟ أه طبعًا يا فندم، أبوه الأستاذ نادر جلال واتشرفت بالشغل معاه في مم. عملين. مم. طب مين والدته أسيا الأستاذة أسيا اللي أنتجت فيلم الناصر صلاح الدين. المهم لحد ما حطيت إيدي بالخطأ كده على صورة من ارتباكي مم. آآ آآ لمسلسل. مم. قال لي إيه ده؟ قلت له ده آآ مسلسل آآ مسلسل مسلزل. مسلسل اخرج مين؟ قلت له اخرج الاستاذ نادر جلال قال لي اه استاذ نادر جلال قيمه وقامه خلاص يشفع لك يعني الاستاذ نادر جلال لحد ما خلصت المقابله معاه وبعدين ندى الاستاذ كمال منصور اللي هو كان ساعتها مساعد للاستاذ يوسف الشريف وللاستاذ يوسف الأستاذ يوسف شاهين يوسف شاهين وقال له يا كمال شكله كده يعني برنس كده او بتاع خده مرشح الحزب الوطني اللي هيعمل المشهد وفعلا عملت المشهد بتاع مرشح الحزب الوطني اللي هو صوره في الانتخابات متعلقه والاستاذه هاله صدقي بتقطع صوره من على الحيطه وهو بيقول لها لا ازاي بيهددها بابنها اللي هو كان وكيل نيابه الاستاذ يوسف الشريف. طبعا اتشرفت بالشغل وحقيقي كل مخرج وكل كاست اشتغلت معاه اضاف ليا خبره، اشتغلت برضه مع الاستاذ نور الشريف الله يرحمه في أكتر من عمل، اشتغلت مع مخرجين كبار جدا جدا آه زي الاستاذ طبعا آه نادر جلال زي م. الاستاذ آه عمر عبد العزيز زي الاستاذ آه محمد النقلي زي الاستاذ سعيد حامد زي م. الاستاذ احمد نادر جلال آه مجموعه يمكن الاسماء استاذ محمد النجار الله يرحمه المشهد اللي حضراتكم عرضتوه آه ده كان مشهد من فيلم اسمه صباحه كد آه هو الاستاذ وكده. احمد آه. ادم آه. وانا ده في طالع كده ممكن ما حدش ياخد باله في ناس كتير بشوفه ما تعرفش ان انا آه. لان الصوت تون الصوت متغير الماشيه آه. مشيت يعني كده فيها شويه بطجاجه الله يخليك الله يخليك الله يخليك اشتغلت مع كبار الممثلين وعمالقه المخرجين تقول ايه للشباب اللي دلوقتي كلهم برضو في كليات أو في الثانوية وطموح يقول لك حمودة ومثل لدرجة بيقول لك إيه ده الشعب المصري كله أو شباب يمثل. الشعب المصري كله عاوز يمثل, يمثل. عايز يمثل لازم ناخد نصيحة أو ناخد حاجة كده النهاردة ومعانا الأستاذ الدكتور وأنت أستاذ بقى أستاذ الدكتور باجي عبد العظيم. أولاً على قدر أهل العزم تأتي العزائم العزيمة بمعنى العزيمة بتأتي كل ما يكون أنت عندك إرادة ربنا سبحانه وتعالى بيقويك نعم ثانياً مثلا انا مش دارس انا مش خريج فنون مسرحيه ولا معهد سينما لكن بنمي اشتغل موهبتي على نفسي. او قدراتي بخلال من ورش بخلال ورش يعني, يعني من خلال ورش الاستاذ خالد جلال عنده ورش في اكاديميه الفنون في مخرجين كبار ناس متخصصه في يروح تدريس للمتخصصين تدريس بلاش يروح للفن التمثيل الشركات طبعا الشركات او يسترخص او كده لا طبعا, طبعاً. الحاجه الثانيه ان أه اذا عمل احدكم عملا فليتقنه ايا إن كان انت بتعمل ايه لا. بتعمل مثلا قائم دلوقتي على برنامج بتقدمه بتعده و وبت يعني بتستضيف شخصيات فانت مركز جدا فبالتالي بتتقن عملك حقيقة. انا لما اجي امثل لازم اذاكر احضر آه. للدور من الشخصيه الاداء الملابس اه بيبقى فيه ستايلست بس لازم انا برضو يبقى عندي كذا القوة. بدائل أوه. ليها أوه. لان الدور برضو بيحدد نوع الشخصيه لو رجل اعمال او ثري لازم يبقى لبسه باين عليه ان هو فخم. الحاجه الثانيه آه طريقه الاداء طريقه الاداء مثلا لما شفناها في صباح وكذب لا ده ده حد بلطجي من حي شعبي وبي م. مش كل الاحياء الشعبيه فيها بلطجيه بس لا لا عشان اداؤه كده اداؤه كده معلم طالع ينقط في الفرح آه بالظبط آه آه ومشيته حتى تلاقي آه مشيته ولابس سلسله فوق البلوفر وكده آه الحاجه الثانيه ان لازم تخطط لمستقبلك بمعنى ايه؟ ما تقعدش يعني مكتف نفسك انا همثل يا بلاش يا همثل يا بلاش لا انت خريج تجاره انت خريج اداب انت خريج اقتصاد وعلوم سياسيه ممكن تمشي بارلل بخط موازي مم. لان لو انت قعدت جنب تخيل لو انا قعدت جنب التمثيل ومش عايز اشتغل وعايز امثل بس مم. وما جاتنيش فرصه مم. او جاتني فرص بس داخلي منها ضعيف هعيش ازاي؟ يبقى العزيمه وتحديد الهدف, الهدف وتحديد الهدف و... اوبجكتيف لازم نحدد والتطوير من الذات ونشتغل على نفسي ونطور ذاتي نسمع كلام الاستاذ الدكتور ماجد عبد العظيم ادانا اهو نصايح مهمه جدا اروح لصوره يا شباب اعرضوا لنا الصوره واتكلمنا يعني أنا بحسه إحساس غريب جدا، أبص ألاقي أصحى الصبح كده ألاقي واحد منتحد شخصيتي وبالذات لما يكون زي حضرتك قامة كبيرة، خديد. أستاذ جامعي بين طلابك وفي نفس الوقت فنان برضه ممثل وده بينتحد شخصيتك والله أعلم بيعمل بيها إيه على السوشيال ميديا. هتكلمنا عن الموضوع ده أنا الشباب يعرضوا لنا الصور وعملت إيه أول ما يعني إحساسك إيه؟ أنا عاوز إحساس الدكتور ماجد. بص حضرتك أنا ما كنتش عارف أنا لقيت مجموعة من أصدقائي وأصحابي وطلابي مم. يا دكتور يا دكتور هم اللي قالوا لك. آه يا دكتور يا دكتور ده في حد من تحت شخصيتك لان هم عارفين شخصيتي. انا يعني انسان متزن في تصرفاتي و هادي لا لا وفور مش ارعن ولا, ولا تافه ده ويا جماعه متواضع الله يخليك وفنان و... بجد ربنا يخليك فاللي هو بيعمله الشخص ده دي الصوره على... دي اه بلاغ للنائب اه اه نعم. عملت بلاغ للسيد النائب العام وعملت محضر في اداره مكافحه جرائم مباحث جرائم الانترنت الانترنت وانا فعلا في الحقيقه استأت جدا جدا لما قالوا لي ودخلت لقيته بيخش على صفحات مشاهير يعني مثلا صفحه الاستاذ محمد هنيدي عليها ملايين يخش يقول له صباح الخير يا صديقي يا هنيدي مش هتشغلني معاك تاني انا هعمل كده استاذ يعني اتشرفت بالشغل معاه في أكثر من عمل حقيقي. لكن ما ينفعش يخش على صفحات يرزل على الناس فالناس آه لو شخصيتك فممكن يخش احطك آه آه بالبروفايل بتاعي بس بروفايل مزور بمعنى آه ايه واخد صور من عندي الصور كوبي وبيست تقدر تاخدها نمره اتنين آه بيكتب بيتكلم على ان انا انا مم. وناس كتير بتكلموا يرد عليهم على انه هو الدكتور ماجد عبد العظيم مم. فيخش يكتب مثلا صباح الخير يا جمهور العزيز فاكرني انا بتاع باور فاميلي حاجات تسيء ليا تسيق طبعا يعني بناتي متضايقين جدا طبعاً مشاكل طلابي متضايقين اصدقائي جيراني عملائي فكان المفر لما استشرت المستشار القانوني الاستاذ شعبان سعيد المستشار القانوني لنقابه المهن التمثيليه قال لي لازم نعمل بلاغ ولازم نعمل محضر لا. ونعمل بلاغ للنائب العام وفعلا اتقفلت كل الصفحات طب تمام. ولفتره قبل بلاغي النائب العام ورجعت تاني فلما عملت بلاغ النائب العام كله دلوقتي اتقفل وبدات اعمل حاجه برده بنصح بيها لان مش انا لوحدي اللي بتعرض لده حضرتك كشخصيه عامه وكشخصيه مشهوره وراجل محترم ممكن تتعرض ليه وفنانين كتار اتعرضوا ليه اتعرضوا كتير جدا جدا كل المشاهير مش بدعي ان انا مشهور ولكن كل الشخصيات اللي ممكن تكون شخصيه في المجتمع ليها تواجد او معروفه أه، تعمل لها صفحات فيك أو صفحات وهمية أو مزورة توثيق الصفحة مم. التوثيق هي الدائرة اللي فيها العلامة الزرقاء فأنا عارف بالضبط اللي هي الفيريفيكيشن الفيريفيكيشن او التوثيق ده, 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 ده خلاص انا اعمل 100 صفحه باسم ماجد عبد العظيم هي اللي عليها العلامه الزرقاء, هي العلامة الزرقاء. فبدات اخد الخطوات فيها وشغال في القصه دي دلوقتي اعمال جديده جايه ان شاء الله احنا ان شاء الله احنا شغالين في مسلسل م. اسمه تقاطع طرق تقاطع طرق بطولة الاستاذة منى زكي والاستاذ سيد رجب م. والاستاذ محمد فراج والاستاذ محمد ممدوح اللي هو لقبه تايسون نعم آه والاستاذة عائشة بن احمد آه الممثلة التونسية والممثلة التونسية نعم. والمسلسل ده من اخراج الاستاذ تامر محسن قصه اخراج الاستاذ محسن تامر محسن ومخرج من المخرجين المبدعين. وإن شاء الله هو كان المفروض ينزل رمضان اللي فات بس عشان الكورونا تأجل ده لرمضان بإذن ده إن شاء الله ينزل حضرتك يعني في رمضان في تقاطع طرق بإذن يعني الله في ودي عودة للأستاذة منى زكي بعد فترة غياب آه. عن الدراما. وحاليا إن شاء الله بس طبعا متوقفين عشان كل النجوم بيشاركوا في أعمال رمضان آه بنعمل فيلم اسمه السرب. السرب زي م. الممر كده. فيلم بيخلد بطولات الجيش المصري وتضحيات آه، حاجه للجيش رجال نعم. الجيش المصري وقوات المسلحه الشرطه ايضا عن طريق في مجموعة من النجوم وكوكبة كبيرة من النجوم إخراج الأستاذ أحمد نادر جلال وأنا واخد فيه إن شاء الله دور كويس جدا يعني وان و شاء الله يعني تكون يكون الأعمال دي تلقى كبور يعني إعجاب الجمهور بصف نضرة أنا فيها أو مش فيها لأن في جهد مبذول والدولة برضو في نقطة أحب أشير ليها صدر. أن الدولة بدأت تتدخل في نوعية الأعمال والبعد عن الأعمال اللي فيها إسفاف حقيقي صح إساءة, صح إساءة إلى إساءة المصري تنمر تنمر أو المجتمع المصري تشويه صورته تنمر وتشويه المجتمع المصري تشويه سلوكيات الأطفال سواء في العنف أو الألفاظ الخادشة للحياة أو مبادرة أنا, أنا دايما يدهمنا الوقت دكتور ماجد ولكن أنت عاوز حلقات كثيرة وعديدة آخر كلمة تحب تقولها في برنامجنا حوار هادف آه الأوقات السعيدة دايما بتعدي بسرعة آه آخر كلمة ممكن أقولها أن يعني آه بشكر حضرتك جزيل الشكر وقناة الصحة والجمال وبرنامج تشرفنا على تشريفي بالحضور والدعوة ويعني بهني الشعب المصري والأمة الإسلامية بحاجتين ما تم بالنسبة للشعب المصري ما تم من إنجازات ما قامت به الدولة من إنجازات نفتخر ونتشرف بها جميعا ويشهد بها العالم أجمع حقيقي. على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي وأيضا بمناسبة حلول هذه الأيام المباركة سواء ليله الإسراء والمعراج, والمعراج او هذه الشهور الجميله وشهر شعبان رمضان المبارك رمضان كل عام وانتم بخير ودائما مصر بلد الامن والامان واشكر حضراتكم مره تانية وانت بالف خير ودايما نسعد بالاستاذ الدكتور ماجد عبد العظيم هو كان ضيف عزيز علينا هو رئيس قسم الاقتصاد ووكيل المعهد العالي في اكتوبر للاقتصاد والعلوم السياسيه بمدينه الثقافه والعلوم وهو ايضا استاذ الاقتصاد والخبير المالي والعقاري والاقتصادي والممثل والفنان بتكلم كتير جدا مع حضرتك يعني دايما الوقت يداهمنا وبسرعه ومع حضرتك كمان بنتكلم في ايه وايه وايه ف حضرتك. هذا يعني أكثر انا استمتعت صراحه يعني اللي ده اكثر مما استحق لا تستحق وانت قدوه للشباب علم وفن هو دايما يعني هو دا اللي نحتاج دايما نسلط عليه الضوء امثال الاستاذ الدكتور ماجد عبد العظيم مشاهدينا الكرام الاوقات فعلا الحلوه معكم بتمر سريعا حوار هادف حوار يحاكي الواقع وينظر إلى المستقبل قبل أن أنهي بس أنا يعني بتمنى للأستاذ الدكتور بهاء الغرباوي هو شركة إيتو إم إيجيبت الراعية لبرنامج حوار هادف السلامة والشفاء العاجل يا رب إن شاء الله كان مر بأزمة صحية هذا الأسبوع وكمان هو ينعي وأنا أنعي الدكتور يسري زكي الدكتور والطبيب في إدارة الحجر البطر بالقاهرة الذي توفاه الله وفته المنية هذا الأسبوع يعني رحم الله الراعي الراحل الاديب الدكتور الطبيب في اداره الحجر البطري بالقاهره الف رحمه ونور عليه تنزل يا رب و الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيحة جناته والبقاء لله والله يصبر اسرته يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام الشكر موصولا لكم في حوار هادف حوار يحاكي الواقع وينظر الى المستقبل الخميس الخميس مساء الاسبوع المقبل الى الملتقى.